السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الإحصاءات. الناس اللي بتحب الأرقام زي كده هينبسطوا في الحلقة دي. أنا هنا هتكلم عن القناة بتاعتي فقط، مش هتكلم عن أي حاجة لها علاقة في كندا، هتكلم عن بعض الأرقام اللي لها علاقة بالقناة تبعتي اللي هي على اليوتيوب في عام 2019 مقارنة بعام 2018. أنا كنت السنة اللي فاتت في بدايتها كنت كل شهر بتكلم عن بعض الأرقام دي، لكنه تكاسلت والأمور عدت. يعني في ناس بتسألني مؤخرا، طب قولي لنا حاجة كده، إيه اللي بيحصل؟ فقلت خلاص هعمل لكم أرقام 2019 ومقارنة بأرقام 2018 إن شاء الله. اللي ملوش في العلاقة في الحاجات دي واللي مش هامه الموضوع ده، نورتني وكفاية عليك لغاية هنا. الأرقام دي بالنسبة لي بتفيدني إن أنا أعرف أنتوا رغباتكم إيه، أنتوا تشجيعكم ليا على أي نوع من أنواع المواضيع. بتساعد، والحاجات اللي بتساعد هي مش بس عدد اللايك، لا، إحنا برضو عدد الشيرز اللي بتحصل، عدد الاشتراكات اللي بتحصل للقناة، عدد الوقت اللي بيتم قضائه في القناة، الواتشنج تايم، مش بس عدد الفيوز. فتعالوا كده نشوف مع بعض الأرقام دي كانت عاملة إزاي في 2019 مقارنة ب 2018. هبدأ معاكم باللايكات. كل ضغطة لايك كل واحد منكم عملها بشجعني فيها، أو يعني عجبه أحد الفيديوهات اللي عملتها في 2019. مجموع عدد اللايكات كانت 50,131 لايك في 2019 مقارنة ب 29,552 في عام 2018. يعني بنتكلم في زيادة 70% في 2019 مقارنة ب 2018، وده شيء ممتاز جدا ومشجع دائما طبعا. التعليقات اللي بتكتبوها 13,982 تعليق كتبتوه في 2019 مقارنة ب 9,834 تعليق كتبتوه في 2018. الزيادة هنا 42%، أقل شوية، تفاعلكم بالتعليقات أقل، لكن الإعجاب بالمحتوى يمكن يكون أكثر شوية. المشاهدات نفسها في 2019 أول مرة القناة يعني تتخطى حاجز المليون في سنة، 1,270,795 مشاهدة تم يعني كانت في 2019 بالنسبة للقناة، مقارنة ب 712,717 مشاهدة كانت في 2018، والزيادة هنا برضو 78%. بالنسبة للوقت اللي بتقضوه في القناة في 2019 72,408 ساعة قضيتوها في القناة بتشاهدوا محتويات القناة، مقارنة ب 52,625 ساعة كانت في 2018، الزيادة هنا تقريبا 38%. وطبعا الدعم ده بينتج عنه انه الفيديوهات بتوصل لعدد اكبر، فبيكون في مشاركات جديده في القناه. في 2019 في 26,890 شخص اكرموني بان هم اشتركوا في القناه، مقارنه ب 11,552 شخص اشتركوا في القناه في عام 2018، زياده هنا 133%، يعني ضعف وثلث كمان. العدد كان جميل، ده يعني بتفاعلكم وبدعمكم الناس كتير اكثر شافوا القناه وقرروا ان هم يشتركوا في القناه، اهلا وسهلا بالجميع. اما بالنسبه لمشاركتكم لمحتويات القناه في اماكن ثانيه، ف 19,164 مشاركه حصلت، يعني شيرز حصلت، خدتوا الفيديو حطيتوه في مكان ثاني 19,164 مرة مقارنة ب 6,813 في 2018، الزيادة هنا 181%، يعني قربنا من الضعفين في سنة 2019 مقارنة ب 2018. الانتشار الأكبر كان في الواتساب، أنتم بتنشروا الفيديوهات أكثر في الواتساب. في 2019 56% من المشاركات من الشيرز اللي حصلت كانت عن طريق الواتساب، ومقارنه ب 51% في 2018. فالواتساب هو الوسيله اللي بتنشروا فيها الفيديوهات دي، المجموعات اللي انتم مشتركين فيها الى اخره، هو رقم واحد واعلى وسيله للمشاركه. تحياتنا للواتساب. طيب الناس اللي بتتابعني، يا ترى بتتابعني باستخدام ايه بالظبط؟ في 2019 76% من الناس اللي كانوا بيتابعوني كانوا بيتابعوني عن طريق الموبايل فون اللي هو التليفون المحمول.
ال 15% ونص كانوا عن طريق اللابتوب او الكمبيوتر. احنا بنتكلم على تقريبا 91% من الناس لابتوب وموبايل وكمبيوتر. 4%، وده برضو رقم بالنسبة لي كان ما كنتش متوقعه صراحة، 4% عن طريق التلفزيون اللي هم السمارت تي فيز والكلام ده، 4.1. 3.6 عن طريق التابلت، ده برضو متوقع. و 0.2 عن طريق ايه؟ الجيمز اللي هم الاكس بوكس والكلام ده. يعني ادي ازاي الناس بتتابعني كانت في 2019. وبان احنا النهارده في يوم المرأة العالمي، 16% فقط من المتابعين حسب ما الاحصائيات بتقول هم من النساء، او معرفاتهم يعني بتقول ان هم معرفات نسائيه، و 84% من الذكور. نفسنا كده نوصل ل 50 50 ان شاء الله يوما ما. 37% من المتابعين اعمارهم ما بين 25 سنه و 34، الا اذا هم بقى كاتبين اعمارهم في المعرفات بتاعتهم بشكل مش دقيق، لكنه هو ده الرقم اللي موجود عندي. 37% من المتابعين اعمارهم ما بين 25 الى 34، بعدين 32% اعمارهم من 35 الى 44، يعني اللي ما بين 25 الى 44، وهو ده العمر اللي مناسب للهجرة، يمثل تقريبا 68% او 69% من المتابعين. 12% من اللي اعمارهم ما بين 18 و24، و 12% برضه من اللي اعمارهم ما بين 45 ل 54. عندي يعني 4.6 او 5% تقريبا، او خلينا نقول 7% من اللي اعمارهم فوق ال 55 سنه، و 0.5 اللي اعمارهم اقل من 17 سنه. انا مستغرب مين اللي بيتابعني اقل من 17 سنه، يا ترى ايه اللي ممكن يخليه، الا اذا كانوا اولادي بس الثلاثه اللي بيتابعوني ولا ايه، مش عارف. اللي متابع القناه طبعا عارف ان انا بعمل سلاسل من المواضيع، بلاي ليست. اكثر ثلاثه بلاي ليست انتم شفتوها في 2019، البلاي ليست الاولى كانت رحلتي الى كندا، كان قصه حياتي انا او رحلتي انا الى كندا. البلاي ليست الثانيه على طول اللي هي اللي انا عاملها اللي بتكلم عن المواضيع الخاصه بالهجره السريعه الى كندا او الاكسبريس انتري الفيدرالي الكندي. وثالث بلاي ليست اللي هي انا عامل كده بلاي ليست مجمع فيها بعض المواضيع اللي بتجيني فيها اكثر اسئله، ومسميها الاسئله الشائعه، اكثر المواضيع اللي بيهتم بيها متابع القناه. دي ثالث بلاي ليست موجوده من ضمن تقريبا عندي فوق ال 25 بلاي ليست. نيجي للموضوع الرئيسي دائما اللي كنت بعمل عليه الموضوع ده، الفيديوهات اللي من النوع ده اللي هم اكثر 10 دول فيها ناس بتتابعني. مش بالضروره تكون الجنسيات، احنا ما بنتكلمش عن الجنسيات، احنا بنتكلم على الناس اللي عايشين في الدول دي. اليوتيوب بيعرف من خلال انت بتتابع من اي مكان اللي انت عايش فيه. فاكثر 10، المرتبه العاشره كانت من نصيب دوله الكويت. الكويت نزلت 3 مراتب مقارنه ب 2018، 3% متابعين موجودين كانوا في دوله الكويت. في المرتبه التاسعه تركيا دي اول مره تدخل في 2018، ما كانتش من ضمن التوب 10، لكنه الموجودين في تركيا دخلوا في قائمة التوب 10، وزارت 3 مراكز، هي كانت في مركز 12 في 2018، 3.2 من المتابعين موجودين على أرض تركيا. المركز الثامن الأردن زادت مرتبة واحدة عن السنة اللي عن 2018، مجموع البرسنتج بتاعتها والنسبة المئوية بتاعتها 3.6. بعدين العراق في المركز السابع ب 3.8 البرسنتج بتاعتهم، وزادت برضو مرتبة عن 2018. في المركز السادس عندنا كندا، حبايبنا اللي في كندا هنا نزلوا مرتبة عن 2018، كانوا متابعيني أكثر من كندا في 2018، 5.5% من اللي بيتابعوني موجودين في كندا، ده في المركز السادس. الإمارات طلعت مرتبة عن 2018 في المركز الخامس 5.9%. نيجي للتوب 4 اللي فوق، الرابع المغرب.
المغرب طول السنة هي والجزائر دايما تلاقي شهر كده وشهر كده، لكن أنهت السنة في 2019 المغرب في المركز الرابع ب 8.2 نسبة مئوية من عدد المشاهدين، والجزائر في المركز الثالث ب 8.8. التوب 2 اللي احنا دايما اللي كان متابع معايا السنه اللي فاتت، انا برضو لما شفت الارقام استغربت صراحه، كان اللي موجودين في السعوديه هم رقم واحد، لكن في 2019 اللي في السعوديه في المركز الثاني ب 16.2. انا اذكر السعوديه كان عدد البرسنتج بتاعتها كانت فوق ال 28 29% من متابعين القناه موجودين في السعوديه، لكنه في 2019 اللي موجودين في مصر بلدي الحبيب بيشجعوني اكثر الظاهر، وهم اللي في المرتبة الأولى 18.8 نسبة مئوية من المشاهدات اللي بتيجي أو الوقت اللي بيقضوه المتابعين في القناة بيكونوا موجودين في مصر الحبيبة. العشر دول دولي بيمثلوا 77% من المشاهدات اللي بتيجي للقناة أو الوقت اللي بتقضوه في القناة، باقي دول العالم وعندي مشاهدات من كل دول العالم 23%، يمثلوا 23%. مش بالضرورة يكون عندي مشاهدات من كل دول العالم، ما شفتش، بس القائمة ما شاء الله طويلة. في أماكن أنا مستغرب إزاي، أكيد بالحظ يعني، أكيد هو واحد ضغط ولا اثنين ضغطوا بالحظ، ولا إيه اللي يخليني مثلا حد يكون في أماكن ما بيعرفوا عربي ولا حاجة ويتفرجوا عليه. هو العرب منتشرين في كل مكان، أهلا وسهلا بالجميع في مكانهم. هو ده باختصار الأرقام اللي حبيت أشاركها معاكم، أو هي دي الأرقام اللي حبيت أشاركها معاكم بالنسبة ل 2019. مش عارف، هرجع بقى بعد كده أتكلم عن مثلا كل كوارتر، كل 3 شهور مثلا التقرير الربع سنوي، ولا نخليها لآخر السنة وخلاص. أنتوا قولوا لي عايزين تسمعوا، عايزين يعني الإحصائيات دي تبقى كل شهر ولا كل 3 شهور ولا كل نص سنة، ولا مش عايزينها خالص؟ انساها، حتى لو قلتوا مش عايزينها خالص انا عمال عشان انا بحب الارقام وعايز احتفظ بالارقام دي كذكرى لبعدين يعني. ما تنسونيش من الدعم، شايفين دعمكم بيعمل ايه، مشاركاتكم، الشير اللي بتعملوه، اللايك، وطبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كل دي حاجات بتساعد على انه المعلومة توصل لعدد اكبر من الناس. فبدعمكم القناة مستمرة. ده هو اللي عندي النهاردة. ما تنسوش دعواتكم. في امان الله.